حيدروف يمني نفسه بعد خبرة عريضة دولية لمنتخب بلاده الأوزبك. الآن كرة ملعوبة، جول جول سلام. شوف الكرة الماضية والعرضية، وسام رباحي لاحظ الارتقاء، الارتقاء العالي فوق الجميع، أرسل الكرة في الضاحية الجنوبية لمرمى محمد خلف. ضاحية أرسلها في الضاحية الجنوبية لمرمى خلف، هاتها من الشبكة باتجاه فوزي بشير. بشير على جهة اليسرى، عندنا انطلاقة والكرة ترسل عالية، والكرة خطيرة، والكرة تعادل. جول 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 جول، أبدا ما في حالة تسلل. سنغهور صاحب الحذاء الذهبي في الدوري الإماراتي يوقع الآن ثاني أهدافه وأول هدف لبنياس في هذه المباراة.